اخويا هذا المشكل ديال الباب دارنا غنعاودو من الاول، هذا مشكل خمج كاع، هذا المشكل صبح مشكل دولي عالمي، لان شنو وقع لينا حنا مشينا على نيه حسنه باش نستثمروا فلوسنا في هذه البلاد، وبغينا نديروا واحد الساكن لائق. حنا من دوك اللي تنصب عليهم في ماجوري الجولدن ديال كاليفورنيا، دوك اللي سمي فيني فيلا ولا فيلا سمي فيني. المهم حنا مشينا بواحد النيه حسنه، لان داك الشيء اللي وقع كان قانوني، مشينا عند النوطير كاين السيناتور تحت صحيح الامضاءات، كانوا شنا كل شيء الاذاعات الاشارات في الاذاعه في دوزيم، انا ما غاديش نثق في الاذاعه الوطنيه وما غاتثقش في الدوزيم، فين غاتثق؟ والنوطير باش جينا زكاو القضيه، ان النوطير كان قانوني، يعني المحلف الا ما مشيتي عند النوطير شكون اللي يامنك ويامن لك رزقك؟ هو النوطير. فعلا حنا مشينا على نيه حسنه، دفعنا اللي دفعنا اللي قسم الله باش نديروا السكن ديالنا، انا من الجاليه الامريكيه. المهم خدمنا، كنخدموا 26 عام في ديك البلاد، كنخدموا نجيبوا الفلوس دوك البلاد نجيبوا هنا، ولكن في الاخر سبقنا حبر على ورق، ما كاين والو، ما دار لنا حتى شي حاجه. هاد الدوسي هذا كيجري من عام وزياده، ما الحكومه ما حركتش، ملي كتهضر ما كيقول لك والو، الحكومه عارفه كل شيء، عندها على علم باي حاجه واقعه في هذا الملف، ولكن الى يومين هذا حنا باقيين كنديروا الوقفات. شنو الربح اللي ربحنا من هاد الوقفات اللي ما تحرش لنا فلوسنا؟ حنا ما بقيناش بغينا فلوسنا ترجع لنا. وزياده على ذلك نقول لكم ما عندناش الثقه في الحكومه، لان الحكومه ما حركتش، حنا كنعيشوا برا، كاين قانون واحد، ما كاينش جوج ديال القانون، كاين قانون، القانون فوق كل واحد، الا درت شي واحد شي حاجه كيتعاقب عليها، ديالك ديالك وديالي ديالك. ولكن اليوم انا كنادي سيدنا من هذا المنبر، الله ينصر سيدنا، والله يجعل ربي شافيه الشفاء العاجل ويحفظ الاسره الملكيه، هو اللي غياخذنا حقنا، ما كاينش شي واحد اللي غياخذنا حقنا الا سيدنا. اما حنا ما بقيناش عندنا الثقه في الحكومه، ان الحكومه حبر على ورق غير بلا بلا بلا، ما كاين حتى شي حاجه، حتى حاجه ما خرجت لينا. حنا تنصب علينا عن طريق الدوله، حنا تنصب علينا، شرينا في معرض دولي بالدار البيضاء، داونا عن المقاطعه، ليغاليزينا في المقاطعه، من بعد خداونا عند النوطير هو اللي سجلنا العقود ديالنا. فلهذا حنايا الحبس ديال الوردي ولا الاتباع ديالو ما عندنا غرض بها، حنا باغيين الدوله ترجعنا فلوسنا. حنا كون ما كانتش الدوله ما غنثيقوش في الوردي، ما يتنصبش علينا. وهذه اول جلسه كاينه مع هاد العصابه هذه، وجينا هنايا نوصلوا الصوت ديالنا، هذه عام وحنا كنوصلوا الصوت ديالنا عن طريق الصحافه، عن طريق المظاهرات الوقفات، وباقي ما شفنا حتى شي حاجه.